لو الحكاية فيها إن فيتو السعيد شكال والد الوكيل محمد حسن السعيد شكال عيلة المنايلي قتلوا ابني خلوه جاي من راجع من شغله قتلوه. عنده كم سنة؟ عنده 21 سنة. محتميين دلوقتي بظابط اسمه طارق السعيد محمد السعيد المعالي المنايلي ابن عمهم الكبير، وعندهم ابن عمهم هربان من سجن ابو زعبل اسمه محمد طلعت محمد السيد المنايلي هارب من احداث ثوره يناير ومعاه اسلحه كتير ومعاه مقاوم على تشكيل عصابه وعاملين يهددوا له والمركز المركز واقف معاهم والمديريه الامن واقفه معاهم وانا جيت هنا رحت وزاره الداخليه كذا مره ومحدش سال فيا واخر ما زهقت قلت اجي لرئاسه الوزراء وما عملوش حاليا حاجه اطلع رئيس الجمهوريه وانا بناشد كل مسؤول يقفوا معايا انهم واقفين القضيه ابني ميت من 12/7/2014 لحد دلوقتي ما اتحكمش عليه من 20 سنه عملوا عرض اجراءات ومن 15/4 السنه دي 2015 ولحد دلوقتي موقفين ايه القضيه هناك في المنصوره دافعين لها فلوس مبالغ ماليه كبيره فيتو